إذن مشاهدينا تحية للجميع. مشاهدي أنا شفت به مباشرة من قلعة السراغنة، فأصحاب الطاكسيات طالع اليوم الدم بسبب المنع ديالهم من مسيرة احتجاجية. هذه المسيرة اللي تيقولوا بسبب يعني المنع ديالهم من التوقف خارج محطة ديال مدينة مراكش. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي، فهاد الأثناء تجمع أصحاب طاكسيات بعد تقولوا بسبب كانوا غيديروا مسيرة احتجاجية بسبب المنع منعهم من التوقف خارج محطة مدينة مراكش. السلام عليكم. تفضل سيدي مباشر على قناه شوف تيفي. كتقولوا تم المنع ديالكم من تنظيم مسيره احتجاجيه ضد القرار اللي منعكم من التوقف خارج المحطه. كنستنكروا القرار ديال السيد الوالي 122 القرار بانه المنع نمشيو من هنايا لمراكش نلحقوا القامره الباب الدكاله ونرجعوا. بغينا نمشي منعونا من مستشفى محمد السادس ومنعنا من من المطار، ولا بغينا نمشيو لكيليز ممنوع، ولا بغينا نمشيو لشي اتجاه اخر ممنوع. والمراكشيين كيجيو كيشارجيو من هنايا، كيشارجيو من تملات، يشارجيو من العطاويه، ويشارجيو من القلعه، ولا علاقه ليه بشي ما كانش اللي يهضر معاه ولا شي قرارات عمليه. وحنا دارين المنع بانه كنمشي منه وكنرجع. حنا راه عندنا فوق 3600 مهاجر اللي ساكنين في الدواوير. والسيدي اللي عيط ليا لك ليان وجا عندي قال لي جيب ديني خاص ندير المطار من هنا، خاصني ما نمشيش ليه مع الجوج، خاص ندير نمشي نلحق شي خاوي ويمنعني منه. حنا كنطالبوا بالافراغ ديال مراكش، ما يديو من عندنا ما نديو من عندهم، من الاقليم حتى للاقليم. هادشي اللي كنطالب، الا ما ترفعش هذا القرار راه هادشي اللي كنطالبوا. كيفاش تم المنع ديالكم اليوم المسيره؟ كنتو غديروا مسيره احتجاجيه؟ المسيره كنا غاديين بغينا نمشيو لمراكش، ومنعتنا السلطه قال لك بانه خاص يكون عندكم ترخيص، ما عندكمش حق باش تمشيو. وحنا كننتظروا تيكون تيتحل المشكل، ولا ما تحل المشكل اليوم راه حنا دائما نبقى واقفين. شنو هي المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هو يتحل المشكل كما كان. بغيت نمشي لمراكش، نمشي للمطار، نمشي المهم دير رخصتي ونمشي لمراكش. حر، انا عندي الرخصه ديال المراكش خاصني نمشي لمراكش. علاش هذا مراكش باغيين نتبلعوا منه؟ واش حنا هذا مراكش ماشي مغرب ولا كيفاش؟ كيفاش هذا مراكش اللي نتبع منه؟ خاصها بحال سواسيين، غير نكونوا يشرجوا من عندنا ويشرجوا من عندهم وعندهم حريتهم وعندنا حنا حريتهم. الا داروا صحاب مراكش شي سميتو شي مشاكل مع 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 السواح، يتحمل المسؤوليه ديالهم. السيد الوالي يتحمل المسؤوليه، يسد البيرمي، يقدموا للمحكمه. انا يحكم عليا بالبيرمي يكون فيها 15 يوم، وبالقليمه، وبالطاكسي يدخل الفوريا. واش هو المشكل ملي يدخل الطوموبيل الفوريا؟ اذا حنا غنوقفوا، ما تيناش نمشيو. اذا كان الطاكسي نعرفوا، وكان خطاف نعرف. اذا النقل السري كيمشي لمراكش من هنا، وما كانش اللي يهضر معاه، ويمشي للمطار، ويمشي فين بغى. وانا كيمنعني كيقول لي ممنوع تمشي تمشي لباب الدكاله وترجع للقضيه. شنو كنطالب؟ كنطالب بالحلول الحل. قرار غير قرار مرفوض، حنا كنرفضوه. تفضلوا معنا، تفضلوا معنا، تفضلوا معنا. انت مقصود القضيه ديال هذا السيد اللي قال لك بحال هكذا ما منطقياش خويا، باش الطاكسي يمشي لمراكش وما يدخلش ليه، ولا غادي يبيه السبيطار ما يمكنش تدخل بيه الطاكسي، ما تدخلش وتمشي للمطار تجيب واحد السيد ما يمكنش تدخل. هذا ما غير قانونيه القضيه، ما قبلهاش هي انا على الاقل. وشكرا خويا. إذن مشاهدينا كما شفتوا معنا، أصحاب الطاكسيات طالع عليهم الدم بسبب المنع ديالهم أولا من المسيرة الاحتجاجية اللي كانوا غينظموا ضد بعض أو قرار اللي كيقولوا أنه تمنعهم من توقف خارج المحطة ديال مدينة مراكش اللي كتشمل المطار وبعض والمستشفيات. فاليوم كنشوفوا واحد العدد ديال الطاكسيات اللي متوقفة هنا بالمحطة ديال قلعة السراغنة، اللي كما قلت بسبب المنع ديالهم من التوقف خارج المحطة.
اذا متابعينا كما تابعتوا معنا في هذا المباشر وفي هذا الاثناء بعد منع اصحاب الطاكسيات من مسيره احتجاجيه اللي كيحتجوا بسببها على حساب المنع ديالهم من التوقف خارج محطه مدينه مراكش. نلقاكم ان شاء الله في مباشر جديد في موضوع جديد. الى اللقاء.